برافو عليك، كنت لسه هقول لك المرحله. اترفض وقعد صح. وبتاع من يومها وهو مش وليد اصغر. برافو عليك. ووليد غالبا راح في حته كده يعني ايه، شويه دلع شويه دلع بعد العرض اللي انت بتقول عليه. 10 مليون يورو رقم كبير جدا، فحس برضو ان هو يعني انا شغل الاحتراف او الكوره بره في اوروبا. تقول لي ايه؟ انا لما يجي له 10 مليون يورو ابيعه واجيب واحد تاني اعمل نفس التجربه بتاعت وليد ازارو. يعني انا شخصيا كنت في لجنه الكوره في النادي الاهلي ساعه لما ايفونا، احنا جايبين ايفونا مثلا ب 2 مليون دولار والدنيا اتقلبت غالي وازاي وازاي تجيبه، كان الدولار ب 10 كان ب 20 مليون، ازاي تجيبه لعيب ب 20 مليون؟ انا قلت برضو مع كابتن كريم حسن شحاته في كان استوديو النهار، قلت ان ايفونا جبناه ب 2 مليون هنبيعه ب 5 مليون في كاس الامم في الجابون. ما كنتش اتوقع 9 مليون دي. فالراجل جاله كسر الدنيا ومشي مع النادي الاهلي وماشي مع منتخب بلاده وجاب الجون بتاع الزمالك ده اللي من نص الملعب، جاله 9 مليون خلاص يمشي وتجيب حد تاني. طبعا كان ساعتها جون انطوي كان جاي مع ايفونا بالظبط. فالفكره في ايه؟ دي بقى مرحله مهمه جدا عند وليد ازارو، حصل له دروب جامد جدا. دلوقتي النادي الاهلي ولا 5 مليون ما يجيبش، لا مش هيجيب، ما يجيبش، مفيش حد عايزه ب 5 مليون حد. فدلوقتي انت الفكره وليد ازارو بقى المرحلة اللي أنا طالبها منه، أو أنت بقى فوق نفسك بنفسك وهات لنفسك عرض تاني زي الأولاني ده. برافو عليك، ارجع بقى تاني للمرحلة اللي هي هداف الدوري، ولأن هو الولد مش محتاج حاجة، سريع جدا جدا، عنده إمكانيات كبيرة، عنده سرعة كبيرة، عنده قوة، بيتحرك كويس قوي. هو بس محتاج إنه يركز زي ما كان مركز الأول ويحرز أهداف. طيب مروان هيوافق على الكلام ده أو هيوافق إنه يقعد؟ دي فيها. طب هل برضو السؤال هنا، هل مروان هو اللي يستحق المكان الاساسيه؟ لا دلوقتي النادي الاهلي، لا وليد بصراحه احسن، ولا واحد ثالث اصلا؟ صلاح محسن بيتدلع، جاي ب 2 مليون دولار ب 40 مليون جنيه، عنده 20 سنه، كل شويه اصابه. انا ما اعرفش فين صلاح محسن. يعني صلاح محسن لعب ماتشين، الناس كلها قالت ده اسرع فروت في مصر، ده هو المستقبل، ده ممكن اللي يقعد وليد ويقعد مروان. وعلشان كده انت طلعت احمد ياسر ريان بره، علشان انت بتفضي لده الثلاثة دول خلاص، انه ده اللي جاي. لكن هو معرفش لسه ما جاش، لو جه ممكن ينافس على انه يبقى الراس حربة. انا بتكلم لو انت بالنسبة لك الاختيار، هل ممكن تختار واحد اجنبي مثلا رابع او واحد مصري؟ لا انا بتقولي على رأي الشخص، انا رأي الشخصي مروان محسن يتباع، مروان يروح يلعب اساسي في فرقه تانية، وليد ازارو نمره واحد، صلاح محسن نمره اتنين، احمد ياسر ريان نمره ثلاثة، وينافسوا مع بعض والاحسن يلعب. مروان يتباع، وليد نمره واحد، وليد رايح، وصلاح اتنين، واحمد ياسر ريان ثلاثة. بالظبط.